انك تكون ميديكال لابوراتوري ساينتست، الساينتست انك تمشي في المجال بتاع الساينس، تعمل اكسبيرمنت، تعمل ريسيرشنج، في تعمل ميديكال لابوراتوري ريسيرشنج. فدي كلها تسميات، يعني كلها تسميات بتلاقيك اللي بتتعامل في الميديكال لابوراتوري. هنا الحياة اللي احنا نحاول نغطيها في الريسيرش بتاعنا. الأوتكم من الويب شوب إنه نعمل تمشن للميديكال لابوراتوري، والنيم أوف لابوراتوري دايركتور اللي هو اسمه كان عليكم، أديو أوف كارير، ويتنج، يعني كل نوع عندي مقدراتي في الميديكال لابوراتوري، واللابوراتوري فاليوز في قيم، في قيم لابوراتوري ويتنج، فلازم أظن أكون عارفها، بالإضافة للتايم مانجمنت بلان، يعني كل نوع أعمل تايم تيبل أمشي عليه عشان أجمع مهاراتي. عند الوقت الزميل ومثل لابوراتوري كير، فدي في تسميات معينه وفي في ماشي لقدام الميديكال لابوراتوري، والناس لازم تمشي معاه وحدك عشان تكون انترناشونالي. يعني دائما اقول لكم تكون الطاقم بتاعه شنو؟ تكون انترناشونال، يعني تحاول بقدر الامكان انك تكون انترناشونال. يعني اسيكم ما شاء الله يمكن اساتذتكم تكون معروفين، يعني الواحد يكون عنده كمية من الألقاب، تحاول تعرف الألقاب اللي تصليها كيف؟ يعني يقول لك IFCC, AACC, A2LA، فالحاجة دي تحاول أعرف التسميات دي لشنو؟ يعني شنو؟ في القيمة شنو؟ يعني أنت لما تقدم لشهادة زي دي وتعملها، الشهادة توصل لشنو؟ يعني تستفيد بها لشنو؟ فالحاجة دي أنت تقول يعني أنتم ممكن ما شاء الله يعني أنتم معروفين أكثر وكمان. انهم كلهم متفوقين وناس عندهم اداء تقديم تعاون عالي شديد ومطلوب منهم كثير، يعني وبعدين انتم ما شاء الله انتم اكثر ناس منتشرين في العالم ومنتشرين يعني يمكن عندكم الانباق بتاعكم عن المجتمع اكبر، لانه انتم تمشوا الصوره بتاعتنا احنا في المجالات العالميه، فدايرين نكون دائما انكم تكونوا بنفس الكفاءه دي وزي ما الناس قدامكم مشوا انتوا برضه تمشوا بنفس الكفاءة ان شاء الله عز وجل. في كمان لابوراتوري انترشيب هي برضه حكومية من الأوتكم بتاع الويب شوب. لو جينا ديفينيشن بسيط كده انه نحن نعرف يعني شو ميديكال لابوراتوري زي ما شايفين، يعني ما عارف الصورة دي عندنا واحد بروفيشنال، يعني زول داعي كده بيكتب في جايدنس، يعني بيعمل اي كتاب عنده حاجه اسمها لابوراتوري جايدنس او حاجه اسمها بيسموها الستاندرد، هي الستاندرد بوس اوف لاب، يعني انت تكون ستاندرد اوبريتنج بروسيجر، في ستاندرد اوبريتنج بروسيجر لازم تتبعها عشان تطلع الريزلت بتاعك، فدائما بيكون في واحد ليدر، والليدر ده هو المتابع الامبلمنتيشن بتاع الستاندرد اوبريتنج بروسيجر. الامبلمنتيشن بمعنى يعني تحقيق، يعني انت لما تعمل لك اكسبيرمنت في الميديكال لابوراتوري لازم تتبع رول عالمي، ده بيكون الرول في الانستتيوشن ده، فانت لما تطلع في الباب بره لما تعمل لك ريزلت بطريقه مختلفه فانت معناها هتجيب ريزلت مغايره، هتجيب لك حاجه ما عندها معنى. فدائما الواحد يكون ملتزم بالستاندرد اوبريتنج بروسيجر، هي دائما هي ستاندرد دايت بتكون معروفه في النظام العالمي والناس بيمشوا بها، يعني ناس حتى لو انت في المختبرات الاسلاميه في مختبرات عالميه، ناس حفظ الباطل، ناس كامبريدج، فالكلام ده كله بيدور بنفس الكيفيه، فكلها صيغ عالميه متفق عليها عالميا، ودي كلها بتكون اشرافها عن طريق المشرف. فبعدين انه تلقى اللابوراتوري الاغلبيه باي اللابوراتوري دايركتر، ولكن يكون في اللابوراتوري دايركتر عن ستار باي انديفيديوال ويز فيري ليميت اوف اكسبرتايز اند وايد اريا اوف ساينتفك فوكس. دائما احنا عندنا رول عالمي بنسموه ساينتفك فوكسي، ودائما هو معمول ليميتد من ساينتست عالميين، يعني كلهم بيكونوا ناس اكسبرت عالميين وهم اللي بيطلعوا لنا الرؤوس العالم بتاعهم. ونشوف ذا بيست بوسيبل بيرفورمانس، احنا دائما يكون عندنا النظام العالمي ده، لانه نحن في النهايه لدينا البيرفورمانس بتاعنا او الانفاق بتاع الموضوع يكون
أنه يكون بصورة صحيحة يكون الناس كلهم متفق عليه عالميا. فأنا بالنسبة لي كمدرسة لا قدر بعدين حأقول شنو، لكن من تكون بروفيشنال ودي التسمية بتاعتي. يعني احنا بالنسبة لنا على القطاع العالمي لما نسوي ميديكال لابوراتوري بروفيشنال او ميديكال لابوراتوري سبيشاليست، ميديكال لابوراتوري ساينتست، او ميديكال لابوراتوري تكنولوجيست، او ميديكال لابوراتوري براكتيشنر. فدي كلها تسميات